عندما سئل حضرت الخليفة الأول مولانا نور الدين قرشي بالنسبة لتفسير الآية عن حرب إبراهيم عليه السلام، هو أعطى تقريبا نفس التفسير الذي أعطيتم حضرتكم. سيدنا أحمد عليه السلام في ذلك الوقت، هذا كان في حياة سيدنا أحمد عليه السلام، وسيدنا أحمد قال أن هذا كان في الحقيقة نار، وأنا مستعد أن أوضع في هذه What he said was, if you take it literally, then I believe this can happen. This is what he said. وهذا ما أجاب حضور أيضا هو نفس الإجابة. No difference. يقول الأخ محمد شريف أن الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه أجاب بنفس إجابة أمير المؤمنين، ولكنه يسأل، يعتقد أن سيدنا الإمام المهدي والمسيح الموعود كان يقول إنها نار حقيقية. بيّن له أمير المؤمنين أن ليس هذا هو المعنى، ولكن هو قال إذا كان المعنى حرفيا فإنه يمكن أن يحدث. That's right. And he said, all right, this will happen in my case too. If this is the meaning and you throw me into the fire, God is powerful enough to save me from that fire and you will see. So it did not happen because it had not happened in the first place. يقول أمير المؤمنين أنه سيدنا الإمام المهدي قال لهم أن هذا أيضا يمكن أن يحدث معي، لو أنكم ألقيتم بي في النار فإن الله ينجيني من هذه النار، وهذا بالطبع لم يحدث لأنه لم يحدث من قبل.